نتابع مشاهدينا ونوصل لاخر فقره لليوم على الموضه مع شانتال ازي. صباح الخير شانتال. صباح الخير، كيفك؟ كثير منيحه. شو بدك تخبرينا اليوم؟ اليوم بدنا نحكي وينتر، بدنا نحكي عن موسم الشتاء، لانه موضه الشتوية زينه هي اذا بدك متكله اكثر على اكسسوارز من زيدها على الاوتفيت. الحمد لله، لانه ما معنا نجيب ولا اوتفيت. هي هيك اشياء فينا نزيدها، في كثير من الاشياء نحن عنا اياهم وطريقه ستايلينج مثل العاده، في اشياء درجه كانت دارجه بالتسعينات كثير كنا نشوف اهالينا لابسينهم، وفجاه بس شفناهم نحن وصغار فترة اللي كانوا 2000s وبلاش ندرج ستايل اذا بدك اللو ويست، كنا ننقص بس نشوف عوينات بيض او اخضر، بس ايه بس نشوف هاندل باجز، بس نشوف السكارفز اللي كثير كبار. هلا هول هن زيتون رجعوا درجوا، وراح نشوف الطريقه اللي منسقين فيها باوتفيتس الشتويه قديش بيعطوا اذا بدك تقل للمراه، قد بيعطوا كاريزما حلو، وشو هو الابجريد الصغير اللي معمول بهدول الاكسسوارز. يعني بالمبدا الموضه حلوه، الموضه كثير حلوه هيدي السنه لانه رجعتنا لورا. انا ما بحب الاشياء الجديده اللي بتنزل شوي هيك جارينا الجيل الجديد، خليط الالوان والفاست فاشن والاشياء الاوفر سايزد اللي فاتت ببعضها. نحن بعدنا بنحب الاشياء المخصوره والكتافات العراض واللي فيها شويه تقل، اللي بتلاحظ انه هذا الجيل ما بيحبهم. صح، رح نشوفهم لانه هالسنه لإلنا، السنه الماضيه كانت لإلهم، هالسنه لإلنا. يلا خلينا نبلش لكينا نشوف الصور سوا. اول صوره زينا بتلاحظي فيها هيدي السكي كاب اللي نحن بنحطها بس نطلع على السكي، هلا صارت ترند اللي بحطوها عاده تحت الكاسك، عم نشوفها كثير على الران واي، وهي من الاشياء اللي دارجه كثير مع سانيز كثير كبار، وهي عاده تستعمل كنا يلبسوها يعني نحن وصغار على المدرسه كرمال ما نسقع او تحت الاناراك. كاجول مزبوط. كاجول السكي هلا صارت دارجه على الران واي. اذا بتلاحظي كمان انه هي لاول مره انا بشوف الهاي سوكس ملبوسين بطريقه حلوه، لانه السوكس والسكربينات او السوكس والشوز كثير دارجين هالشتويه، كثير رح تشوفي ناس عم بتخبص فيهم وعم تلبسهم بطريقه غلط، وهن عندهم طريقه عندهم فيهم شغله انه بطريقه كثير سهله فيهم يطلعوا عم بفقروا الاوتفيت او ايه او مش ظابطه مودتهم ابدا. فيك تبيني مسقعة بالبيت ولبست اخر تكي وظهرتي، يعني اذا بتشوفي سوكس مع شوز. انا انبسطت انه درجت هي، لان انا هيك بعمل كل الشتوية. انا اصلا يعني قبل ما تدروش كانه ظهرها بسرعه ولبست بجري. ايه فرق مع مشاي يعني طريقة موضه منيح. هي اول مره هيك بالصوره بنشوفها بطريقه اذا بدك كثير اليجنت. نرجع لاول صوره كنا عم نشوفها، اوكي بنشوفها بطريقه اليجنت لانه ملبوسه مع اذا بدك مع لاجينج ضيق مع الكاجول والسكربين اللي بقى مع هاي سوكس. ايه مبين كانه بوتس يعني. ايه طالع يعني. ايه طالع حلو بقى. هاي هي الطريقه بليز اللي نلبس فيها سوكس وشوز، لانه بعرف رح يصير في كوارث. الكوارث هالشتويه. بننقل على الصوره اللي بعدها لنكفي نشوف من الاشياء اللي كثير دارجه على الرانوي واللي اوريدي صارت سولد اوت زينه، هن الفير شوز. جوتشي ما عم بلحق يبيع الفير شوز، ما بعرف قديش انت معقول تتقبل هذا الشيء، بس بمحلات معينه عم بيطلع حلو، بمحلات بتحسيه شوي كأنك طالعة من الكرتون، بس الشوز الفير مش من برا، بس من برا ومن جوا. ايه أنا بحب البوتس الفير. ايه لا من زمان البوتس الفير شيك. ايه حلو. ايه يعني منه شيء هيك بتحسي انه ما معقول يطلع حلو. ايه بس انه تلبسي صندال البيس تبعه فير او السكربين الستيلاتو مثل اللي انا لبستها بس تكون كلها فير، غريبه شوي على النظر، بس بمحلات معينه عم تطلع حلوه وبمحلات بتطلع هيك شوي غريبه. باول صوره عم نشوف الجوتشي شوز الساندلز الفير اللي هلا صار سولد اوت، يعني العالم قتلت حالها لتشتري منهم، وهون عم نشوفهم مع ستوكس، يعني هن ارتب بلا سوكس اكيد كثير حلوين الديزاين تبعهم، مع سوكس ما كثير معقول تتقبليهم فير وسوكس كثير كانه مش شايه بالبيت. صح يعني صح، هي اللي انا بلبسها يعني. ننقل على الصوره اللي بعدها. بالصوره اللي بعدها بنكفي بترندز الاكسسوارز لموسم الشتاء. ايه ناعم. ايه ساك ناعم صغير. كل ما كبر الساك في حلوى صار. لا ابدا يعني الميني باج
يعني سوبر اوفر سايز. السوبر اوفر سايز كل شيء اكسترافاجنت هالشتوي، كل شيء اوفر بالسايز تبعه بالفخامه تبعه، حتى الباجز اللي نحن كنا معودين انها كبيره صارت بعد اكبر من هيك بكثير. يعني الساك اللي بتضب فيه اغراضك بس تروحي جات اواي، هذا هو الساك اللي هلا بتضب فيه اولادي تداري فيه ثلاث روز هيك. عن شرط انه هو شيب الساك اللي عاده بيكون صغير، يعني منه من الساكات اللي هن اصلا هاندل باجز او توت باجز الكبار، لا الباجز الصغيرة على حجم كبير سوبر اوفر سايز، مع كوتس مع هاي سوكس مع فير شوز مع سكارفز كبيرة مع الكاجول مع الهات. لا هو في فترة درج الساكات الكبيرة هي بس مش هي بلشت سنة الماضي بس درج التوت باجز الكبار، يعني اللي هن الساكات اللي بالعاده انه كثير منا بيستعملون بالشغل كل يوم. في كثير عالم اساسا ما مشيت بموجه المايكرو باجز والميني باجز لانه في اجسام ما بتلبق لها كمان أكيد. يعني ما في يكون شخص انه ما ببين مثلا انه المايكرو باج لبق على شكل جسمه او عنده عارض بمحلات معينه ما بتزبط. بقى انا مثلا من الاشخاص اللي على طول بحب الساكات الكبار لو قد ما درجت الساكات الصغيره، بس اللي عم نشوفه هون هن الاوفر سايزد اكثر من هيك. منكفي بالصور اللي بعدها اللي هو من الترندز اللي نحن بنحبه كثير مع ابجريد صغيره اكيد، الجلوفز الاوبرا لينكث جلوفز. اذا بتلاحظي بس بالصوره النصانيه في جلوفز اللي بيجوا كمان اذا بدك مثل البوكسينج جلوفز الاوفر سايزد والفير من قلبهم جلد من برا، يعني في نوعين ستيلين جلوفز دارج زينا اللي بيجي كثير ضيق سليك على الايد كلاسي، وهيدا عم نحكي بتلبسيك اليوم بيومياتك، يعني انت بتكون لابسه بول نوسكيم او لابسه كنزه ولبسه معهم جلوفز. حلو هيدا الستايل كثير حلو. اصلا انت بتذكر كنت تعملي كثير جلوفز. اي مزبوط كان عندي براند جلوفز لحال، بحب الجلوفز كثير. وبالصوره النصانيه عم نشوف الاوفر سايزد جلوفز مع الكورست ريكوت اللي هو شيء جديد انه نحن نشوف انه عم نعمل هيك فوليوم بالشيب الجلوفز الملبوسين على الايد. هذا من الترندز اللي كثير كلاسي اللي بيلبق للكل اللي كيف ما دخلتوه على الاوتفيت بتقله، وخاصه اذا كان بيعطي ستايل اذا كان سمبل او اذا كان عجيب بتحس هيك بيعطي توازن معين. بنكفي ببقية الصور. بالصورة اللي بعدها عم نشوف الهاندل باج اللي نحن كنا نعتبره انه هو للاشخاص السيدات اللي اكبر بالسن اللي بنشوفهم انه هن بيحبوا على طول الهاندل باجز لانه بالنهايه هو شيك والسيدات عاده بتحب على طول تميل على الاشياء الكلاسيك والتايمليس. الساك اللي بتشتريه بتقدر تلبسه على طول فيه تقل صح. ايه الهاندل باج هو من الاكثر باجز اللي ترندي لهيدا السيزون. الساك اللي بينمسك من الهاندل تبعه على الايد بيجي سكويرت كوت او فيه شوي سيركلر، وهذا الشيء اللي ادى انه شانيل تنزل الكالي شانيل لاول مره هالسيزون، اللي كمان العالم وقفت بالصف وكان في ساك واحد بكل محل وصاروا يعملوا صحب لانه درج الهاندل باج هالسنه. في عالم زين انا وياك هون وفي عالم واقفه بالصف. انت عم فكر انه نحن بلبنان وين والعالم بوين؟ عالم واقفه بالصف على الكالي باج لانه ما في منه كثير ونحن على الخبز. بقى هو من اكثر الاشياء اللي دارجه لهالسيزون. الساك اللي بينمسك على الايد اللي كنا عاده نشوف الاشخاص الاكبر منا لبستهم. ننقل على الصوره اللي بعدها لنكفي بالترند اللي رجع كمان بطريقه كلاسيه اكثر، البانجلز اللي فوق بعض. وبنتذكر انه هذا الشيء كان درجه فتره ايه هيدي كانوا دارجين اذا بدك من 15 سنه كان دارج انه تحطوا البانجلز كثير فوق بعض، وكان دارج انه تحطوا الكوليات فوق بعض. بقى هلا هالسيزون اللوك اللي دارج تكونوا مينيمال لابسين فيري سمبل، بول كوت لاجينجز تايتس تي شيرتس، بس الاكسسوارز هي يكونوا الاوتفيت بحد ذاته، واللي هن انه نحط بانجلز مخلوطين سيلفر جولد او حيال الوان ميتاليكس بطريقه شوي عاليه، يعني يكونوا تحت الكوع بس مالين الايد وهن يكونوا اذا بدك الحركه جيبسي اللي كان لا ايه بس اوفر سايزد على طول، يعني الجيبسي عاده بيكونوا شوي انعم على الايد، هون عم نشوفهم بحجم اكبر. الصورة اللي بعدها
منكفي كمان بترندز موسم الشتاء، الحلق الغريبين اللي كتير كبار يلي يا بيلقوا لفوق يا بيلقوا لتحت، يعني نحن عادة معودين على الهوبس اللي بيبقوا كبار، هلأ عم نبلش نلاحظ انه كيف شكل البراش اللي بنحطه على الجاكيتات، ها هي انواع الحلق اللي دارجة هالسنة زينة، ومش دارجة بس انها تميل لتحت، يعني عم نشوف كتير عالم عاملين بونز وحاطين حلق الشيبس تبعهم غريبين، واللي هيك اشياء هيك اكسسوارز عم نحكي عنها اليوم انا وياك على طول بدها اوتفيتس سمبل وناعمه لانه هي بحد ذاتها الحركه اللي بالاوتفيت. الصوره اللي بعدها منبلش هون عم نحكي عن السكارفز الاوفر سايزد اللي نحن كنا عاده بنشوفهم بطريقه انعم، هلا صاروا النت وير سكارفز اللي كثير سميك نعمل فيهم حركه بالاوتفيت، يا بنحطه كبانشو يا بنعرض فيها منطقه الرقبه ونحن بنكون عم نتدفى يعني بس انه طالع حلوين لانه حلو تلبسيهم سبار وحلو تلبسيهم اذا لابسه شيء كلاسيك ايه يعني على الميلتين بيزبطوا مزبوط بيعطوا تقل للاوتفيت. نختم اذا بدك باخر صورة لليوم يلي هن الهاتس الصيفية اللي كانوا دارجين هيدا السنة وكنا عم نشوف كتير عالم لابسينهم على البحر أو مع الهيبي أوتفيت صاروا فير الفير هاتس إذا بدك صار في خليط بين نحن شو منحب the timeless style والنيو جينيريشن ستايل اللي هو هالنوع من الشابويات، الحل الوسط كانوا هن عفر يعني اذا بدك صرنا هيك نشوفهم بطريقه تكستشرز غريبه وجديده. شاتال انت يعني اليوم كديزاينر قد ايه بتلاقي انه الاكسسوارز اوقات فيهم يحلوا محل الاوتفيت؟ يعني اكسسوارز مثل الجلوفز مثل الهات مثل السكارف مثل حتى الاساور والعقوده اللي نحن بنحطهم، قد ايه هن ممكن اوقات يكونوا هن الاوتفيت؟ مش بس فيهم يكونوا هن الاوتفيت، بيعطوك مجال انك تقدري توريستايل يور اوتفيت بطريقه تستفيدي منها اكثر، لانه بالنهايه اذا جبتي اوتفيت واحد بزنقه قد ايه بدك تلبسيه بموسم الشتاء اللي هو ملايم لنا اكثر انه نحن تو ستايل بالاكسسوارز، لانه بالنهايه شو بدك تلبسي بموسم الشتاء وما ينحفظ وانت عندك كل يوم وعندك شغل وعندك ظهرات، وقد ايه حلو انه انا مثلا من الاشخاص اللي عندي بيسكس بلبسي بلبس بس اسود، سو ها هي الطريقه تو ستايل بطريقه انه تكون ان اون ترند اكثر، تزيد جلوز تزيد سكارف تزيد البانجلز، بس انت ان ات بيس بعدك لبس البول واللاجينج يعني هن كل يوم انت عم تغيريهم بطريقه معينه بالطريقه اللي عم تعملي فيها ستايلينج. وهو دائما لازم بس نلبس شيء سامبل نعجق اكسسوارز وبس نكون معجقين نلبس اكسسوارز ناعمين طبيعي او لا صار دارج نحط حتى اشياء معجقة؟ هيدا الخليط السنة منه دارج، دارج الطريقة اللي كتير كلاسي القديمة اللي كنا نشوف أماتنا لابسينها، ما كان في عندهم هيدا الشيء يأوفروا باللبس ويأوفروا بالأكسسوارز، لا، كان على طول يكون في عندهم ميزان معين، بقى هيدا هو اللي بدنا نتبعه هالشتوية اللي مقوى بالأكسسوارز يروق الأوتفيت، واللي حاسس إنه الأوتفيت تبعه أوفر سايزد وفيه حركة قوية ما في لزوم يحط أبداً البانجلز ويحط الفير شوز معهم والبانشو معهم لأنه بده يصير كتير عجب مع بعض. قد ايه بتتخيلي انه ممكن مثلا نحن اشياء موجودين عند اهلنا، يعني دائما نحن شانتال بنشوف اوقات ثياب عند اهلنا بنقول انه هن كثير حلوين بس ما بنقدر نلبسهم، لو دارجين هلا بتحسي انه بدهم شيء؟ انا مثلا الاشياء اللي امي عندها اياهم بحياتي ما بكبهم لانه انا بعرف انه هي سايكل، وهالسنه اللي لقيت فيها مع انه كانوا كثير غريبين بفتره معينه من حياتي، يعني انا قطعت بعشريناتي ولا مره قدرت البس شيء منهم، بس هلا صار في البس للبانشويات، هلا الجاكيتات اللي اليوم كنا عم نحكي عنهم بس شفتك الجاكيت اللي بتجي شوي سيركلر ومش ايبولات شارب كات رجعت درجت، وهولك وين كنت تشوفين بخزانه امي كنت تلبسيهم تقولي لا وين بدي البسها انا هيدا الجاكيت، هلا السنه اللي درجت بتحسي دائما بدهم تجديد او لا؟ ما في لزوم بقى لانه هن القطع اللي كانوا يلبسوها زينه كانوا تايمليس، مشيتهم فيها تقل وقصاتهم فيها تقل، نحن اللي بنلبسه مش رح نقدر نلبس اولادنا منه اكيد، نحن ما بنقدر نلبسه نحنا موسم، نحن اخر جينيريشن رح نكون منورد فيها تياب لانه الفاست فاشن والموضه السريعه والاشياء الترندي اليوم بكره لا، هي اللي يعني كانت على الجيل تبعنا حتى تيابنا اللي ما عندنا غيرهم ما رح فينا نورد. شكرا كثير لك شانتال، شكرا لك على رد الاحد المقبل.